بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم متابعيني ومتابعاتي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزور قناتي أتمنى يشترك بيها ويفعل خاصية الجرس ويضغط على اللايك، وأكون ممنونة من عندكم. عزيزاتي وأعزائي، اليوم قلت الأم أماني أني مشتهية تمن أخضر، خلي نسوي ونصوره وهم نشوفه للمشتركين يشوفون شلون نسوي تمن الأخضر احنا. فهذه بالبداية الشبيت غسلته ويعني نقعته وغسلته بمي وش اسمه وخل، وهذا الباجلة كلها فلستها. طبعا اني من اشيلها بالمجمدة، اطبخها نص طبخ واشيلها بالمجمدة، فبس طلعناها فلسناها وهسه راح نحمى الدهن، راح اخليها بالدهن ونقلبها على مود شوية تنحمس حتى نضيف عليها التمن. شوفي هاي ام اماني، قلت لها انتي سوي بس اني يعني مشرفة على التصوير مالتها، لان يعني هي تقول مو هالقد بالتصوير. هذا الشبيت شوفوا بعد ما غسلناه وكرمناه ناعم. طبعا انا بصفي جود حفيدي الصغير اصغر احفادي، الله يخلي لنا، عمره 5 اشهر، بصفي بس هو، الاطفال طالعين برا يلعبون بالحوش. وهنا أنا هذا التمن ضفناه بعد ما نحمس الباجل ويا شو اسمه ويا الدهن، هسه راح نضيفه ونخلطه على مود يتجانس. شوفوا شلون. طبعا اني اشكركم جدا على تعليقاتكم الحلوه كلكم، شكرا جزيلا. من اشوف تعليقاتكم افرح بيها والله. شوفوا اعزائي هسه خلي حتى قطعتين ماجي خلينا وملح حمينا شوية خلينا على مود يعني احنا ما يعني مو ما نحن نسويها، بس يعني قطعتين ماجي ما تسوي شوية يعني لازم واحد يضيف وياها ملح حتى يتعادل شو اسمه التمن، لا مالح ولا فاهي اعتيادي. شوفوا شلون. وطبعا اني بدون شو اسمه بدون ما تدري ام اماني اني جيت على شو اسمه على الشبيت وخليت عليه لون غذائي اخضر على مود شويه ينطي لون بالتمن. هسه راح تشوفون هي ما تعرف اني مخليه لون غذائي، فقالت ما شاء الله اليوم الشبيت كلش اخضر ولونه كلش حلو. قلت لها اي كلش حلو. هسه هي راح تشوف الفيديو راح تعرف اني همينه خليت لها، بس اني قبل ما يعني من صبينا العشاء قلت لها لونه كلش حلو، قالت ما شاء الله اليوم الشبيت كله اخضر. قلت لها حياتي يعني خليت لون صبغ؟ قالت ها انت خليتي والله ما شفتش. قلت لها لا اني خليت على مود اللون. شوفوا شلون صار شكله هسه. شوفون طبعا من نشف يريدين شف التمن تخلين الشبيت. شوفوا عزيزي هسه هاي طماطه ولهانه حمراء راح اسويها اماني زلاطه ناعمه، وهذا التمن بس نقلبه مره واحده على مود يتهدر زين، نبقى يبقى فد 20 دقيقه تقريبا وبعدين نصب. هذا عشاء كان مو غدا. شوفي عزيزتي، وشوفي عزيزتي هسه بس نقلبه مره واحده بعد ما نشف يعني وخلينا على فليته يعني بعد 5 دقائق او 10 دقائق تقلبينه وتخلينه بعد لا تفتحين الجدريه على التمن الى ان يتهدر كامل حتى تصبين العشاء. احنا هنا انا قلبته وراح تغطيه في 20 دقيقه تقريبا هيجي. وهسه سويت الزلاطه وهذا ملح وش اسمه دبس الرمان هم خلت عليها، بس شو اسمه ما كان عندي بالثلاجة خيار، قلت لها خيار ما بقى، قالت لا والله، فبس لهانة حمراء وطماطم المتوفرة وسويتها زلاطة.
طبعا لان اني ما كنت واقفه على الكاميرا بس مثبتتها اني وما موجوده بالمطبخ فما صورت لكم الزلاطه زين. هنا انا اكمل العشاء وجاي صب لنا ام اماني. طبعا اني بحياتي انا ما مسويت هاي التمن الاخضر يعني بايدي ما مسويته بس ما اكله من عنده. فقالت اشتهيت هيك يعني نسوي تمن اخضر عندنا الشبيت. قلت لها السوق يم الباب اروح اجيب لك شبيت وتعالي خلي نسوي. بس قلت لها انتي سوي لي انا ما مسويته بس اصورك. قالت ما يخالف صوري واني اسويه. هذا التمن الاخضر بالشبيت طيب طبعا كلش طيب وعاشت ايدها وتمنيتكم ويانا والله. اني كل اكلة طيبة اتمناكم كلكم ويانا تاكلون والله العظيم. شوفوا اعزائي هسه راح تشوفون المواعين بعد ما تخليهن على ليلون السفرة. طبعا اني كل شوية اوقف التسجيل من وراء الجهال اليوم لان العصر صار عندي مجال قلت خليه انتج هذا واسجل هذا شو اسمه الفيديو مال التمن. وهو ما يطول يعني 7 دقائق تقريبا ونص بس من وراء الجهال وصياحهم ما قدرت اكمل لكم يعني الحكي. كل ساعة يتكاونون واصيح عليهم حبايبي. شوفوا هنا أنا كملت هذه سفرتنا. وكان كلش طيب هذا العشاء والله العظيم تمنيتكم ويانا. كلش طيبة كانت. شوفوا شلون هذا عشان كان هذا اليوم. شوفوا شلون هسه راح اخلي زلاطة فوق التمن. شوفوا شلون عزيزتي وعزيزي حتى لا تزعلون. وسهمكم العافية ومع السلامة.